فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون الإصابات بالآثار طويلة الأمد للكوفيد 19. من واضح أنه برشا ناس من اللي أصيبوا بعدوى كورونا يعانيوا من أمراض مزمنة تنجم تستمر الأشهر، لكن لحد توا ما لقيناش إجابات على العديد من الألغاز المهمة في الموضوع هذا. وكشفت استقصاءات شملت آلاف الأفراد من مجموعة من الأعراض المرتبطة بالمرض، من بينها الإرهاق الجسدي، السعال الجاف، ضيق النفس والصداع، آلام العضلات. وفي دراسة شملت أكثر من 3500 فرد، كشف فريق متخصص في علم الأعصاب من كلية لندن الجامعية. اللي يعانيوا من الأثر طويلة الأمد للكوفيد عن وجود 205 أعراض للمرض. وبعد 6 أشهر من الإصابة به، كانت الأعراض الأكثر شيوعاً له هي الإرهاق الجسدي والتوعك بعد أي مجهود واختلال الوظائف الإدراكية. وخلال الأشهر الأولى من الوباء، تجاهل العلماء احتمالية أنه يتسبب الفيروس في الإصابة بحالة مرضية مزمنة، على خطرهم كانوا يسعوا للتصدي للحالات الحادة من المرض. الآثار طويلة الأمد الكورونا ما عادش مجرد ظاهرة غريبة يتجاهلوها برشا، وصارت مشكلة معترف بها في مجال الصحة العامة. وفي عام 2021 نقحت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها الخاصة بعلاج كوفيد 19، حيث تضمنت التوصيات اللي باش تتاح لجميع المرضى إمكانية الحصول على رعاية لاحقة في حال إصابتهم بآثار طويلة الأمد الكوفيد 19. وثم أسئلة عديدة تتبادر للذهن، والإجابة عليها ما زالت مش واضحة. كل الأفراد الأكثر عرضة للإصابة واللي يعانيوا من الآثار طويلة الأمد للكورونا، أكثر من 1 من 10 من الأشخاص اللي أصيبوا بكوفيد 19 اتطور المرض متاعهم للإصابة بآثار طويلة الأمد. ومن جهة أخرى، فإنه الحالة شائعة أكثر بين النساء. وفي دراسة أجراها مكتب الإحصائيات الوطنية بالمملكة المتحدة الـ ONS، ظهر أنه 23% من النساء و 19% من الرجال ما زالوا يعانيوا من أعراض المرض بعد 5 أسابيع من إصابتهم بالعدوى. لكن المذهل في الموضوع أنه النساء أكثر قابلية للنجاة من المرض، لكنهم عرضة للإصابة بأعراضه المستمرة. تم زاد توزيع عمري لافت، وتبلغ نسبة شيوع الآثار طويلة الأمد عند 25.6% ما بين اللي تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عام، ويقل ما بين الأشخاص الأقل عمر. تم سؤال آخر زادة، إشنية الأسس البيولوجية وراء الإصابة بالآثار طويلة الأمد للكورونا؟ على الرغم من تقصي الباحثين للأعراض المتنوعة وطويلة الأمد لكوفيد 19 تقصيا شاملا، ما ظهرتش لحد الآن تفسير واضح للأعراض هذيك. من المستبعد أن الفيروس يقعد نشيط في البدن، وأظهرت الدراسات أنه بعد بضعة أسابيع يكون جسد المريض تخلص تقريبا من الفيروس. رغم ذلك، ثم دلائل على أنه شذرات من الفيروس، على سبيل المثال جزيئات من بروتين الفيروس، تنجم تقعد في بدن المريض الأشهر، وفي الحالة هذيك تسبب اضطرابات في البدن. سؤال آخر النجم يتطرح، إشنية تأثير اللقاحات على الأفراد المصابين بالفعل بالآثار طويلة الأمد الكوفيد 19؟ على الرغم من أن اللقاحات تقيم الوفاة ومن احتمالات الإصابة الشديدة، لكن العلماء ما زالوا ما يعرفوش إذا كانت تقيم الآثار طويلة الأمد الكوفيد 19 وإلا لا. وفي شهر مايو الفارط، أفادت دراسة استقصائية بريطانية شملت ما يزيد عن 800 شخص من المصابين بآثار طويلة الأمد الكوفيد 19، اللي 57% من المصابين اللي تلقوا التلقيح حسوا إجمالاً اللي أعراضهم خفت حدتها. وكانت هذه حلقتنا لليوم من فوكس. نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة. كانت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.